السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هكلمكم عن فرصة ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن الفرصة دي حابب أوضح لقناتنا بتعرض فرص منح بشكل مستمر، فياريت تتصفحوا القناة عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب بالنسبة لفرصة النهاردة، هي فرصة ممتازة جدا، وهي عبارة عن فرصة تدريبية وفرصة عمل في نفس الوقت. طيب الفرصة دي هتكون موجودة فين؟ الفرصة دي هتكون موجودة في دولة بلجيكا، أول ما تسمع دولة بلجيكا هي أحد الدول الأوروبية القوية، تمام كده؟ طيب بالنسبة للمؤسسة المانحة لهذه الفرصة هي مؤسسة OPESSU، تمام؟ ده اختصار المؤسسة. طيب المؤسسة دي هدفها إيه؟ أو أنت حضرتك التدريب ده يعني المفروض هتعمل فيه إيه؟ أو العمل ده هتعمل فيه إيه؟ بالنسبة لهذا الأمر، فالمؤسسة دي هي عبارة عن مؤسسة راعية لطلاب المدارس في أوروبا، بحيث أنها بتجيب أشخاص من دول مختلفة وبتحاول تعطيهم تدريب حول كيفية التعليم في المدارس في دولة أوروبا وفي بلجيكا تحديدا. يعني أثناء التدريب والعمل ده أنت هتزور مدارس في أوروبا وهتتعرف على الطلاب، تشوف طريقة التدريس، تتعرف على منهجية التعليم، تكتسب معرفة أكتر، تنشر ثقافتك وما إلى ذلك. فدي كل الفكرة، بحيث أن الشخص اللي هو بياخد التدريب يكتسب معرفة في طرق التدريس، وبحيث برضو أن الطالب يكتسب ثقافة جديدة من هو يتعرف على أشخاص من دول مختلفة، تمام؟ وطبعا يعني هتلاقي بقى في حاجات إضافية، نشاطات بيتم عملها من قبل المؤسسة أنت هتشارك فيها، وأشياء كتير جدا. طيب بالنسبة للفرصة دي مدتها قد إيه؟ الفرصة دي هتكون مدتها سنة كاملة، تمام؟ أنت هتقعد في بلجيكا في مدينة بروكسل لمدة سنة. وبالنسبة لموعد البداية في الفرصة دي هيكون على حسب الاتفاق ما بينك وبين المؤسسة، يعني أنت قدمت واتقبلت تقدر إنك تحدد معاهم إمتى عايز تبدأ، لأن طبعا ده بيكون نقاش بينك وبينهم على حسب يعني إمتى أنت متاح للبدء، وبرضه هم متاح البرنامج إمتى تحديدا معاك، تمام؟ فده بيتم النقاش بينك وبينهم. بالنسبة بقى للفرصة دي فهي متاحة للجميع، سواء انت طالب او خريج متاح ليك التقديم، سواء طالب درجة بكالوريوس ماجستير دكتوراه تقدر تقدم، سواء اتخرجت وبتشتغل حاليا برضو تقدر تقدم، مفيش مشكلة خالص، فهي متاحة للجميع. طيب بالنسبة للتمويل في الفرصة دي، التمويل في الفرصة دي صراحة ممتاز جدا جدا. ليه؟ لانها بتشمل كل حاجة. انت بتاخد رسوم التدريب او التدريب اللي انت هتاخده من المؤسسة هيكون مجانا، مش هتدفع عليه اي تكاليف خالص، تمام كده؟ تاني حاجة هتاخد السكن مجانا، هيكون في سكن تبع المؤسسة تاخده بالمجان ايضا، وهيكون متاح في كافة يعني المرافق. تالت حاجة هتاخد راتب شهري مقداره 945 يورو، ده عشان تكفي احتياجاتك الشخصية واي اشياء اخرى محتاجة ومواصلات وما الى ذلك، تمام؟ كمان هيكون تذاكر الطيران من بلدك الى بلجيكا متاحة ايضا، تمام؟ هيكون مشمول التأمين الصحي في حالة لا قدر الله حدوث مرض او حادث، هيكون العلاج على نفقة المنحة. كمان هيكون مشمول كورس لغه فرنسيه، زي ما انتم عارفين دوله بلجيكا متحدثه اللغه الفرنسيه، فهيكون كورس لغه فرنسيه تتعلم هذه اللغه، تمام؟ بالمجان ايضا. كمان طبعا ما تنساش انك لما هيكون معاك اقامه في بلجيكا فانت كده تقدر تخش كل دول الشنغن مجانا، زي المانيا مش مجانا بس بدون تاشيره، يعني تقدر تخش كل دول الشنغن زي المانيا ايطاليا دول كتير جدا بدون الحاجه الى تاشيره، تمام؟ طيب دلوقتي تعرفنا على المميزات، خلينا دلوقتي نشوف الدول المتاحه للتدريب. بالنسبه للفرصه دي مش كل الدول متاحه ليها التدريب، عندنا مجموعه دول عربيه هي المتاحه ليها فقط التدريب، زي مين؟ زي المغرب والجزائر وتونس ومصر وليبيا ولبنان وكمان الاردن وفلسطين وسوريا، تمام؟ دي مجموعه الدول العربيه المتاحه. وممكن نقول كمان دوله تركيا، لان فيها طلاب عرب كتير وناس كتير من العرب، فتركيا كمان متاح ليها التدريب، وفي دول اخرى وليس بس ليست عربيه، تمام كده؟ فدي قائمة الدول العربية المتاحة. طيب عندنا برضو شوية ملاحظات بالنسبة للفرصة دي، الفرصة دي ليها حد أقصى للعمر، يعني إيه؟ يعني لازم يكون سنك ما بين 18 حتى 30 سنة عشان تقدم في الفرصة دي. لو أنت سنك أعلى من 35 أو سنك أقل من 18 ما ينفعش تقدم. كمان المنحة دي مش محتاجة منك شهادة لغة، مش مطلوب لا لغة فرنسية لا شهادة لغة فرنسية ولا إنجليزية، ولكن الأفضل يكون معاك شوية لغة إنجليزية عشان تعرف تتكلم مع الناس هناك وتتحاور معاهم، تمام كده؟ طيب بالنسبه للاوراق المطلوبه للفرصه دي، اوراق بسيطه مش معقده، تمام؟ عندنا ابلكيشن فورم لازم تملاه، وفي الابلكيشن فورم ده مجموعه مقالات عديده لازم تكتبها ايضا. كمان مطلوب منك السي في بتاعك، والافضل يكون على الطريقه الاوروبيه، تمام كده؟ طيب بالنسبه لكيفيه التقديم للفرصه دي، التقديم هو انك بتملى الابلكيشن فورم اللي احنا قلنا عليه، وبتجهز السي في بتاعك على الطريقه الاوروبيه، وبتجمع هذه الاوراق وبترسلها الى ايميل
المؤسسه، تمام؟ وبكده يبقى انت قدمت في الفرصه بنجاح. طيب بالنسبه لاخر ميعاد للتقديم للفرصه دي هو 15 مارس 2021، ما تبقاش وقت طويل، ممكن نقول متبقي 10 او 9 ايام على انتهاء التقديم للفرصه دي، فريت انك تجهز كل الاشياء اللي انت محتاجها عشان تقدم في اقرب وقت، تمام؟ طيب كمان ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر فرص ويعني بتوفر حاجات اضافيه او خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح مضمونه القبول في دوله الصين بنسبه 100%، كمان بنوفر خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه منحه انت عايزها، بنوفر خدمه التقديم على الكورسات، وبنوفر خدمه تجهيز الاوراق. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي روابط جميع الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للفرصه دي وكيفيه التقديم. وهنا برضو هتلاقوا الويب سايت الخاص بينا، عليه فرص ومنح كتيره جدا، فياريت برضو تصفحوه عشان تعرفوا على احدث المنح الدراسيه، تمام؟ بالنسبه للمنحه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده دي، المقاله بتاعتها فيها كل التفاصيل ايضا، هتلاقي الجهه المانحه، المرحله الدراسيه، كل الحاجات اللي انا قلتها هتلاقوها موجوده هنا، والتمويل والدول المتاحه وكل شيء، تمام؟ كمان ما تنسوش الخدمات الاضافيه مشروحه هنا برضو، وده رابط الخدمات الاضافيه اللي احنا بنوفرها لو عايزين تقدموا من خلالنا وتعرفوا اكتر على هذه الخدمات. طيب هتلاقوا هنا الاعلان الرسمي للمنحه وابلكيشن التقديم. تعال الاول نشوف الاعلان الرسمي ونشوف التفاصيل المذكوره فيه، بتكون طبعا باللغه الانجليزيه ومن يعني من الجهه المانحه نفسها، تمام؟ طيب خلينا اشرح لكم هنا ان بالنسبه للويب سايت ده اسمه الاوروبيان ياس بورتال. الويب سايت ده او الموقع ده هو موقع زي كده الاتحاد الاوروبي، بيتحط عليه فرص ومنح كثيره جدا، تمام؟ وعرضنا الموقع ده سابقا كتير جدا في منح اخرى، فريد يعني برضو ايه ممكن تتصفحوا الموقع ده عشان برضو تلاقوا فرص اخرى تكون متناسبة معاكم. بس خلينا نركز على الفرصة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي في بلجيكا، تمام؟ اسم المؤسسة موجود هنا، الدول المتاحة طبعا هو في دول كتير متاحة، ولكن انا قلت لكم الدول العربية بس، الدول غير عربية طبعا يعني مش مهمتنا. هتلاقوا هنا التمويل المقدم، الوصف بالكامل عن هذا التدريب، الشروط اللي محتاجينها تتوفر في الشخص والسن وما الى ذلك، تمام؟ طيب دلوقتي ده الاعلان الرسمي، شفناه وتحققنا من كل التفاصيل موجوده. تعالى دلوقتي نروح نشوف كيفيه التقديم. هتيجي تضغط على كلمه قدم الان دي عشان يفتح معاك بقى ابلكيشن التقديم في المنحه دي، تمام؟ وركز بقى معايا لان التقديم في الفرصه دي مش على مواقع الاوروبيان ياس بورتال، يعني انت مش هتقدم عن طريق موقع الاوروبيان ياس بورتال، وانما في ابلكيشن تاني او فورم تاني للتقديم. طيب هنا ده موقع التقديم، تمام؟ هتلاقي كل التفاصيل كيفية التقديم هنا، وركز معايا في اللي انا هقوله ده، ان هنا الفورم ده لازم تملأ كل التفاصيل اللي موجودة فيه، بتلاقي عندك تفاصيل كتير جدا، لازم كل حاجة من دول تملأها، اسمك، اسم العائلة، تحط كل البيانات، واهم حاجة السكشن المهم عندنا هنا هو البارت 2 ده اللي هو الموتيفيشن اند بروفايل. في الجزء ده هنا بقى لازم تكتب نيتك للتقديم للمنحه دي، ولازم تجاوب على كل سؤال، وليه مهتم بالتقديم لهذا التدريب او هذا التطوع، كل سؤال من دول لازم تجاوب عليه بعنايه، تمام؟ جهزت الفورم ده وكتبت كل البيانات الموجوده فيه، بتعمل ايه؟ بتاخد السي في بتاعك زي ما احنا قلنا، تمام؟ ان احنا لازم ناخد السي في الخاص بينا، السي في بتاعك والابلكيشن فورم اللي هو ده، تمام؟ ده الابلكيشن فورم وده السي في، وتروح ترسلهم لهذا الايميل، تمام؟ عشان تقدم للفرصة دي. يبقى التقديم للفرصة دي بسيط جدا، هو انك بتملأ الفورم ده وتجاوب على كل الأسئلة بعناية، طبعا دي أسئلة مهمة ولازم تجاوب عليها كويس، وتعمل سي في بتاعك والأفضل يكون على الطريقة الأوروبية، وتروح تبعته لهذا الإيميل، ويبقى أنت كده قدمت بنجاح للمنحة. دي كل فكرة التقديم. وبعد كده لما بيراجعوا الطلب بتاعك بتوصلوا معاك وبيبدأوا إن شاء الله يرتبوا معاك كل التفاصيل إذا كنت من المقبولين. طيب كده كل التفاصيل شرحناها، كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافيه، وما تنسوش اخر ميعاد للتقديم قريب جدا هو 15 مارس 2021، فياريت تبداوا تجهزوا كل المطلوب للمنحه من دلوقتي، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.